اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم وهذه الوجبه الدسمه في الاحتفاء بفوز الاهلي في الوداد، وايضا ما تحقق من تقدير اعلامي كبير على كل الاصعده لانجاز الاهلي ولهذه النتيجه الجيده في الوداد في المغرب اللي اكدنا عليها انه ولا حاجه، لانه في شوط ثاني منتظر يوم الجمعه في القاهره ان شاء الله. لكن فوز الاهلي الرائع في الوداد وهذا الظهور المشرف لشخصيه الاهلي يا باشمهندس اسعدت كل الاهلاويه في كل مكان، حتى في غزه في فلسطين. جماهير الاهلي في فلسطين ليها مذاق تاني خالص. صديقنا العزيز اسامه عمر مؤسس رابطه حب الاهلي المصري جمعنا، احتفل مع رابطته بمرور سنه على تاسيس هذه الرابطه اللي ايضا جت امتداد لرابطه كبيره جدا فاعله على الارض، محبي وعشاق الاهلي علاء خالد وضيه وخليل وكل الاهلاويه في غزه. آه طبعا هذا التنامي اسامه عمر احتفل ورابطته على شاطئ بحر غزه. شوفوا لما يكتبوا على الرمال قال لي قعدنا من بعد الفجر لغايه بعد الظهر واحنا بنحفر ونثبت هذه الكلمات على رمال شاطئ بحر غزه احتفالا واحتفاء بالاهلي. بص النادي الاهلي المساله مش مساله نتيجه. اه مساله ان الناس شافت النادي الاهلي في جداره، في أيوة. تفوق أيوة. في شخصيه أيوة. في سيطره، في صوره حلوه قوي. اه لا يعني شافوا ان المساله مش مساله انك بتكسب بره ارضك. ايوه لا ده انت بتقول لهم انا النادي الاهلي فاكرينه. ايوه هي دي الاحتفاء بتاع كل الناس من هنا. ولذلك بعد ما هنحتفي مع الناس هنطلق ميه ونطفي النور ونقول لهم نلتقي من اول السطر، نلتقي بعد الجمعه على طريق مانو جوسيه، ندب خناقه ونبتدي من اول السطر.